واحد بيقول ألم يقل القديس أثناسيوس الرسولي؟ لا ما قالش كده يا ابني، لا. أنا مش راضي أقول كلامه لكي لا أعثركم يعني. وتقول له سمعنا في المحاضرة ان بيقال ان القديس أثناسيوس قال. هو المشكلة ان البعض يخطئون في الترجمة حتى بالنسبة لأقوال الآباء، وينسبون للآباء كلاما لم يقولوه بخطأ في الترجمة. والخطأ في الترجمة دي لحد الآن صارت إشكالا بيننا وبين الطوائف الأخرى، زي مثلا كلمة مونوفيزايتس. مونوفيزايتس هم أصحاب الطبيعة الواحدة، فهم افتكروا أن مونوفيزايتس يعني يؤمنوا بالطبيعة وما يؤمنوش بالطبيعة الثانية. في المسيح، المسيح لاهوت وناسوت، ونحن نؤمن أنه كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، فنؤمن بطبيعته الإلهية وطبيعته البشرية، لكن نؤمن أن الطبيعتين اتحدتا معا في طبيعة واحدة. لكن غلطهم في فهم مونوفيزايتس سببت الانقسام اللي وجد في الكنيسة لمدة طويلة. وأنا علماني قبل ما ترهبن، يعني الكلام ده مثلا كان سنة 51 ولا 52، كنت اشتريت فهرس للكتاب المقدس اسمه The Analytical Concordance of the Bible. Analytical يعني تحليلي. فجي مسك كلمة لوجوس في آخر الكتاب حط ليها 15 معنى. كلمة لوجوس حط ليها 15 معنى، بدليل ان لغاية دلوقتي تلاقي كلمة لوجوس ترجمها القديس جيروم بالكلمة، هي ممكن تعني كلمة وممكن تعني عقل وممكن تعني نطق. 15 معنى لوجوس. بل ان في الترجمة الانجليزية يقول word يعني كلمة، وفي الترجمة الفرنسية يقول verb يعني الفعل، لأن كلمة لوجوس ترجمها البعض ويرد وترجمها الفرنسويين لفيرب. احنا بنقول في اللوجوس عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل. فإذا كان مجرد كلمة لوجوس لها هذه المعاني الكثيرة، فالبعض بيترجمها بالطريقة دي والبعض بيترجمها بالطريقة الثانية. في كتير من الكلمات اليونانية بتترجم بطريقة مش مظبوطة، وبعض أقوال الآباء بتترجم بطريقة غير مظبوطة. هذا لو افترضنا حسن النية وكانوا فعلا قالوا الكلام ده، بس الترجمة هي